صباح الخير وأسبوع جديد ووصفات جديدة من أسبوع الحب أو أسبوع وصفات الفالنتاين. النهاردة حنعمل مع بعض نوع من أنواع الحلويات الفرنساوي المشهور جدا وهو شارلوت فريز أو شارلوت الفراولة. للأسف النوع ده من الحلويات بيتعمل على مرتين أو بيتعمل على يعني حلين، يا إما بالبسكوت بتاع التيراميسو الطويل ده، وللأسف أنا النهاردة ما لقيتوش، أو ممكن تعملوه على شكل قالب موس الفراولة بالكريم شانتي، وبعد كده تاخدوا البسكوت الفلوت زي ما احنا هنعمل النهاردة وتلفوه حواليه. لكن الوصفة اللي هتنزل على الموقع هي وصفة أو الأصلية بتاعة الشارلوت اللي بتبقى ببسكوت التيراميسو، وحنقول كده وحنقول كده للناس اللي عندها البسكوت ده، لكن للأسف أنا النهاردة ما لقيتوش. أول حاجة هعملها هي خليط الشارلوت أو مزيج الشارلوت نفسه. الشارلوت بتاعة الفراولة هي اسمها شارلوت نسبة للكرتون اللي كانت فيه، مش فاكرة لو تعرفوا، بس كان فيه زي عروسة كده باربي اسمها شارلوت، وكانت عايشة في بيت فراولة وبتلبس زي الفراولة وكل حاجة حمراء وبينك حواليها، فدي كانت نسبة النوع ده من الحلويات كان نسبة للكرتون ده. عندي هنا الجيلي، محتاجة جيلي فراولة. الجيلي ده هو هستخدمه كنوع من مواد الربط او الجيلاتين، بس احنا عشان عندنا الجيلي اكتر. وعندي مية سخنة نص كوباية تقريبا، ممكن تستخدموا الجيلي بطعم الفراولة وممكن تستخدموا كمان الجيلي بطعم التوت حسب اللي متاح. هاخده بالشكل ده. وعندي هنا بوري الفراولة، يعني حوالي تقريبا نقول 200 جرام من الفراولة مطحونة او 150 جرام من الفراولة مطحونة، مع معلقتين من السكر او معلقة واحدة وشوية عصير ليمون، بنحصل على البوري اهو بالشكل ده. بعد ما بخلص الحاجات دي كلها بضيف تقريبا 150 جرام من الفراولة المتقطعة مكعبات اهو، لانه دي موس او يعني حاجة بتتعمل بالبسكوت واللي جوه عبارة عن موس ماسكة نفسها كده زي التشيز كيك، تبقى جميلة جدا. وعندي السكر حوالي نص كوباية من السكر لانه الجيلي مسكر، فهنعتمد على الجيلي او على السكر بتاع الجيلي كمان يساعدنا. وعندي الفانيلا معلقة صغيرة. هخلط المكونات دي كلها مع بعض. لو الفراولة مش حمراء هحتاج ان انا ازود شوية لون زيادة اقوى اكتر، وهو شربات الفراولة، وحزوده كمان للكريم شانتي اللي انا مستخدماها، بحيث ان انا يبقى عندي كريم شانتي لونه بينك او لونه احمر. بعد ما بطمن انه الجيلي ده كويس قوي، وممكن لو مش حابين تستخدموا الجيلي ممكن تستخدموا الجيلاتين، بس في الحالة دي هتزودوا كمية الفراولة البوري وتزودوا كمية الشربات. وعندي هنا الكريم شانتي قلت ان انا حطيت عليها لون، هاخد مقدار كوباية ونص تقريبا، وهخلي شوية للتزيين هيساعدوني عشان الزق بيهم البسكوت. هلزق بيهم البسكوت في حالة لو هستخدم البسكوت الفلوت اللي هو الطويل ده للتزيين، لكن في حالة لو هستخدم بسكوت التيراميسو ملهاش لازمة ان انا اخلي الموضوع ده، لان البسكوت بتاع التيراميسو بيدخل للقالب قبل مزيج الشارلوت نفسه. هخلط المكونات دي كويس قوي مع بعض، وهيبقى عندي قوام زي الموس كده تقيل، هيجمد بالتلاجة لما نسيبه 6 ساعات ل 8 ساعات، هيجمد بفعل الجيلاتين او الجيلي اللي انا مستخدمه سواء ده او ده. طيب احنا في عيد الحب وعايزين نعمله في فورمة على شكل قلب، لكن ممكن تعملوه في قالب تشيز كيك او فورمة مدورة، بس احنا بس عشان خاطر عيد الحب ومناسبة خاصة فهنعمله على شكل قلب. ده شكل الخليط بتاع الشارلوت بتاعنا الاخر، شفتوا بيبقى عامل ازاي زي الموس تقيل. هركنه هنا على جنب وهبتدي اشتغل في القالب بتاعي. عندي فورمة على شكل قلب، طبعا لو نزلت في الفورمة بالسائل ده او بالخليط السائل ده هينزل كله من الجناب، لكن الحلو ان انا اخد السلوفان او البلاستيك بتاع المطبخ ده واشتغل بيه. هاخده كده، هحاول افكه لانه ده العيب بتاع السلوفان ان هو لما بيمسك ماسكة بنت لذينة. هاخده وهغلف بيه
هغلف بيه القالب بتاعي بالشكل ده من تحت، بحيث ان انا اضمن انه الحاجة ما تخرجش. اهو هجيب السكينة بالشكل ده، وهغلف كويس قوي واعمل قاعدة زي ما قلت من السلوفان. اتاكد بس ان هو متغلف كويس قوي، والزقه من الجناب. مش ضروري ان احنا نلف الجناب من الناحيه الثانيه، يعني اذا اتاكد انه مفيش ولا خرم. تمام مظبوط، الحرص واجب برضو لانه الخليط سايل. تمام كده، اوعوا تدخلوا بالسلوفان جوه لانه مش هتعرفوا تخرجوه بعد كده لما تجمد الحاجه. طيب هجيب اي قطاعه احط عليها القلب بتاعي عشان يبقى سهل ان انا اتنقل بيه للتلاجه والفريزر والتقديم بكل سهوله. وهجيب لو عندنا البسكوت بتاع التيراميسو، بنعمل خليط من الشربات مع شربات الورد او شربات الفراولة سوري، بننزل فيه البسكوت بتاع التيراميسو، بنعمل طبقة تحت، وبعد كده بنعمل طبقة حوالين الفورمة وبننزل الخليط، وبعدين في النص بنعمل طبقة تاني من البسكوت وتاني نص الخليط. كده بتبقى عندنا الشغلوت بتاعتنا جاهزة. لما بنطلعها من التلاجة بتبقى جاهزة، كل اللي بنعمله ان احنا بنربطها وبنزينها بقى بالطريقة العادية. لكن لو مفيش خليط الشارلوت احنا بنشتغل عادي كأنها قالب موس زي ما احنا بنعمل دلوقتي، او لو مفيش بسكوت التيراميسو سوري مش قالب الشارلوت. وهنزل بقى بالخليط ده بالشكل ده، هجيب السباتولا عشان انزل كل حاجة، مش عايزة ولا حاجة تضيع. لونها بيبقى جميل جدا الموس دي، وسهلة ولذيذة ومختلفة، ودي ملكوش حجة بقى، لا محتاجة كيك ولا اي حاجة، يعني لا في فرن ولا ايتها حاجة. 15 دقيقة ودخلوا الدنيا دي للفريزر او التلاجة. اهو وهاخد الكريمة دي واسويها بالشكل ده على شكل قلب، وهدخلها التلاجة زي ما قلت. يعني بس حاولوا لو حسيتوا مثلا ساعات بيكون عندنا مشكلة مع الجيلي، نغسل ايدي الاول. ساعات بيكون عندنا مشكلة مع الجيلي، المشكلة دي بيحصل ايه؟ انه الجيلي ساعات بتبقى الماركات مش متأكدين منها. في الحالة دي حطوا كيسين من الجيلي بس برضو نص كوباية من المية السخنة، ما تكتروش السوائل، ودخلوا التلاجة وسيبوها تمسك. افكركوا انه الخليط ده كان عبارة عن نص او نص كوباية من المية السخنة مع جيلي فراولة، قلبناهم مع بعض، ضفنا لهم كوبايه ونص من الكريمه المخفوقه لحد كوبايتين حسب انتوا عايزين، لانه الكريمه المخفوقه كده كده ماسكه نفسها مش هيش حاجه سايله. وضفنا لهم نص كوبايه من السكر عشان تسكر الدنيا وتبقى لطيفه، ضفنا كمان شربات الفراوله عشان تدي لون، ضفنا كوبايه ونص من بوري الفراوله او الفراوله مطحونه مع شويه عصير ليمون، وضفنا كمان 200 جرام من الفراوله المتقطعه مكعبات على اساس ان الموس بتاعتنا ما تبقاش ساده او ما تبقاش بس مجرد موس، تبقى كمان بتتخللها قطعه من الفاكهه. هدخلها الثلاجه وانا محضره واحده قبل كده. هنطلع فاصل، نرجع بعد الفاصل نشوف ازاي بنزين الشغلوت بتاعتنا وازاي بيبقى شكلها في الاخر. اشوفكم بعد الفاصل. رجعنا لكم من الفاصل، ده شكل الشغلوت بعد ما بتطلع من الفريزر او الثلاجه سوري. هنحاول ان احنا نخرجها من القالب، ربنا يستر بس عشان الجو حر قوي في اللوكيشن. بنمشي بالسكينة او ممكن تديله بشبوري كده شوية من الجنب بيخلي الجيلي يفك. اهو بنحاول بس نحافظ على شكل القلب. اهو بالراحة. بالشكل ده هحاول اطلع انا بقى القالب او الفورمة بتاعتي بالراحة.
من جميع النواحي. أوبلا، ده شكل الشغلوت أو شكل جاتو الموس اللي احنا عاملينه. هاخد دلوقتي الكريم شانتي اللي انا سبتها في الاول لانه هي اللي هتساعدني ازاي اثبت البسكوت. هاخد الكريمة امشي بيها كده بالشكل ده حوالين الكيك او الموس، داير ما يدور. اهو وبالراحة، يعني مش مستعجلين. لاحظوا ان ده ما يسويش 20% من تعب الكيك اللي بيدخل الفرن واللي بيتزين بالفروستينج والباتر كريم والحاجات دي، لكن طبعا ده اشيك واحلى والذ ومختلف. وهندي شوية كريمة على الوش عشان خاطر نثبت بيها الفراولة. انا ما استخدمتش حاجة عجيبة مش موجودة، يعني حتى التولز او المكونات اللي بشتغل بيهم موجودين في كل بيت. كده تمام. اهو. وهروح جايبة البسكوت الصغير ده، لو لقيتوه طويل قطعوه بشكل بحيث ان هو يبقى فوق ارتفاع الكيكة بشوية عشان خاطر لسه هنزين بالفراولة. لو لقيتوه صغير زي ما انا لقيته دلوقتي اشتغلوا بيه على طول، موجود في كل السوبر ماركت. هبقى ماشية بيه بالشكل ده داير ما يدور. طبعا لو لقيته بتاع التيراميسو الدنيا هتبقى احلى واحلى. انا بحب الحاجات بتاعه الحلويات او تزيين الحلويات، عشان كده الحلقات بخصصها للبيكنج اوف والتزيين، ما بحبش اعمل حاجه بره. بالشكل ده وبالراحه، يعني اشتغلوا على اقل من مهلكوا ودايما العده جنبيكوا، كل حاجه جنبيكوا عشان توصلوا للنتيجه اللي احنا او اللي الكل عايزها. ماشيين حوالين القلب. احنا هنساعد برضو البسكوت ده بشريط ساتان او لامع زي ما تحبوا. طالما الكيكة كلها حمراء او فيها تدرجات الاحمر يستحسن ندخل لون ثالث زي البينك اللامع، او ندخل مثلا الفضي. انا شخصيا هشتغل بالفضي، ممكن الذهبي، يعني بلاش نكتر من الاحمرات عشان ما تبقاش عقدة حمراء. كده حتى شكلها بيبقى لذيذ جدا. وممكن تعملوا ده بالبسكوت ده، ممكن تعملوه كمان بالبسكوت اللي متغلف شوكولاتة اللي بيتباع جاهز ده، من غير ذكر اسامي عشان السنباطي ما يزعلش. ماشيين الكريم شانتي دي هي هتخلي البسكوت يلزق زي ما قلت في الموس بتاعتي او قالب الموس اللي انا محضراه. اهو هانت خلاص ان شاء الله كم وحدايه وهنخلص القالب بتاعنا. يعني شغلانة 30 دقيقة شغل، بعد كده كله بيبقى بالظبط بالظبط في الفريزر، يعني بتبقى ليلة كلها في الفريزر. طيب بعد ما خلصنا القالب هستعين بدبوس عشان اظبط بيه الشريط، وهاخد الشريط بتاعي الفلفه بالراحة حوالين قالب الموس او الشغلوت اللي انا عاملاه. عايزة اخد بس الطول المناسب وبعدين اشتغل على مهلي. اشتغلوا دايما بشريطة او شريط يكون عريض عشان خاطر ده اللي هيساعدكوا ان انتوا تثبتوا الشغلوت بكل سهولة.
وبالراحة لحد ما نزنقه ونثبته بدبوس زي ما قلت بالشكل ده. دلوقتي اللي فاضل فاضل تزيين وتلميع. عندي هنا كمية محترمة من الفراولة، هاخد الفراولة بالشكل ده وهبتدي احطها بشكل عشوائي بس انصاص، ما بحبش احطها كاملة، بحب احطها انصاص زي ما قلت عشان خاطر تديني ارتفاع حلو، وكمان وهي مفتوحة بيبقى شكلها احلى من وهي مقفولة، خصوصا انه الفراولة البلدي ما بيبقاش شكلها لطيف خالص وهي مقفولة، غير المستوردة طبعا، المستوردة غالية، لو هنجيب فراولة مستوردة للكيكة دي هيتخرب بيتنا يعني، فخلونا في البلدي مننا وعلينا المحلي بتاعتنا واحنا هنظبط الدنيا اهو. دي كانت الشارلوت الأفخاز، وده نوع من أنواع الحلويات الفرنساوي اللي ارتبط بأعياد الحب والمناسبات الرومانسية عامة، لأنه الحمار بتاعه الألوان تدرجات الأحمر والوردي اللي فيه بتبقى يعني حاجة لذيذة وحلوة في المناسبات اللي زي دي. هبقى ماشية كده بالفراولة، أنا مش هنهي الحلقة بصراحة، مش عايزة أنهي الحلقة لأنه عايزة أكمل التزيين معاكم، لأنه لسه في تلميع ولسه في الشكل النهائي للحاجة، يعني الحاجة لما بتبقى حلوة كده خسارة إن احنا نطلع ونسيب الصنباطي يختم الحلقة. استنى يا صنباتي، فبنكمل تزيين ممكن تدخلوا انواع تانية من الفواكه الحمراء لو عندكم، بس بتهيألي في مصر بيبقى صعب نلاقي التوت والتوت الازرق والحاجات دي، فالفراولة موجودة مفيش مشكلة، ممكن تدخلوا كمان الحاجات اللي بتبقى زي ورود السكر وبعجينة السكر والحاجات دي كلها ممكن تدخل في التزيين بتاع الشغلات بتاعتنا اهي كده. شفتوا لما بتتفتح الفراولة بيبقى شكلها احلى من وهي مقفولة، يعني بندي شكل حلو قوي او بنطلع الحلاوة بتاعت الفراولة البلدي. نحط الصغيرين دول عشان يدونا ارتفاع، والكبير نحطه هنا تحت تمام. انا هحتاج ان انا المعها، التلميع عندكم حلين، يا اما تستخدموا مربى الفراولة مع شوية مية وتغلوها على النار لحد ما يبقى عندكم حاجة اسمها النباج، النباج ده بيبقى في الحلويات الفرنساوي او عند الحلوانية هو سائل التلميع، او ممكن تستخدموا بديل للنباج لانه هو كده كده بيتباع عند الناس بتوع الحلويات، بيبقى سائل تلميع اسمه النباج، بس احنا بنعوضه بالمربى والمية، او ممكن تعملوا العسل الابيض، انا بشوف ان العسل الابيض بيدي اللمعة الحلوة وكمان بيدي الطعم الحلو، بتبقى حاجة طبيعية احلى ما هيش صناعية، بتمشي تمام التمام. انا شايفة ان خلاص الشارلوت بتاعتي استوت فراولة، بقت قبيلة فراولة فوق، هاخد الفراولة دي اركنها على جنب الموضوع يستاهل يعني بصراحة المجهود ده كله. هاخد العسل وزي ما قلت هستخدمه كنوع من انواع النباج او التلميع للفراولة بالشكل ده، العسل الابيض او الاكاسيا حسب ما تحبه، وبعد كده ممكن يعني تعملوا له سبريدنج بالفرشة او تخلوه كده، وبعد كده بستخدم السكر الملون بتاع الحلويات، او لو مش موجود حتى ممكن تستخدموا السكر العادي او السكر البودرة. ودي كانت الشارلوت اللي احنا عملناها النهاردة. افكركم انه الشارلوت ما هياش قصة كبيرة تتعمل في البيت، هي مجرد جيلي بيتداب مع شوية او نص كوباية مية سخنة، بعد كده بنخلطهم مع شوية شربات فراولة عشان اللون الغامق، بعد الشربات الفراولة ده بنزود عليه تقريبا 200 جرام من الفراولة المتقطعة،
بعد كده بنزود تقريبا 200 جرام من الفراولة المطحونة بيوريه مع شوية سكر وعصير ليمون، بنضيف نص كوباية من السكر وكوبايتين من الكريم شانتيه مخفوقة لحد ما تجمد. بعد كده بنخلط كل المكونات دي ونحطها في فورمة وندخلها الثلاجة لحد ما تجمد. نزينها بالبسكوت زي ما انتوا شايفين، بس قبل كده ندهنها بشوية كريم شانتي، وبعدين بنديها فراولة على الوش ونلمع بسائل تلميع، سواء كان مربى فراولة مع شوية مية سخنة مغليين او عسل ابيض زي ما انا عملت، وبنزينها بشوية سكر التزيين بتاع الحلويات بنكهة الفراولة او السكر العادي حسب اللي انتوا عايزينه. يا رب تجعل ايامكم كلها حب في حب، ما تستخسروش في نفسكم المناسبات اللي بنتلكك لبعض فيها عشان نحب بعض، مع ان المفروض نحب بعض طول السنة ويبقى في بينا مودة ورحمة على طول. احنا بس ناس بتهيص في الهيصة، ناس بتحب تحتفل لمجرد الاحتفال، لانه احنا شعب بطبعه يحب الافراح ويحب الاحتفالات. كل سنة وانتم طيبين وصحة قلوبكم.